وعلى سبيل الجمال حدثني عن السوريين. السوري منتج وين ما راح ما بيتكل، يقعد وناطر. يعني وين ما راح سوري عمره 10 عمره 15 عمره 20 بيشتغل وبيتعب وبيشقى ليطلع لقمة عيشه. تلت الشركات الأجنبية في مصر سورية. السوري السوري غير، السوري غير. دول نورونا وأسعدونا بأخلاقهم وشطارتهم ونظافتهم. اكتشفت شغلة صغيرة، إنه السوريين وين ما بروحوا بيحيوا المكان اللي هم موجودين فيه، بيعملوا المكان جنة. والله العظيم أنا لو أملك القرار في البلد دي لجيب وزير صناعة سوري، أي عين من شباب السوريين اللي موجودين اللي عملوا إنتاج في المصانع الموجودة عندنا هنا في أكتوبر جنبنا، والله العظيم أجيب وزير صناعة. السوريين كان هو النجار في بلده، هو الطباخ، هو الغسال، هو الكناس في الشارع، هو البنشري وكل شيء، أفضل أطباء أسنان. زمن أبويا وأبوك وجدي وجده ما كنت تسمع إنه كان يروح يسوي أسنانه في سوريا؟ فجأة تجد سوري يقدم لك الخدمة ويترجم لك بالألماني وبالهولندي وبالفرنسي وبالإنجليزي. صراحة أنا اليوم في هذا المقطع أنا أحب أن أوجه رسالة وشكر لإخواننا السوريين. شوف السوريين بعد ما أدوا مناسك الحج كيف تركوا مخيماتهم، شوف النبل، شوف النظافة، شوف الأناقة. والله أنا أحث جميع الشعوب الإسلامية أنهم يعني يتشبهون بهذا الفعل. يا رجل كنت أذكر على أيام جدي يقول لك يطلع مع الركب يمشوا هنا بالحمير الله يعزكم والبغال، يروحوا المدينة ومن هناك يركبوا القطار العثماني ويروح سوريا عشان يتصور. سوريا يعطوا له جاكيت ويلبس ويمشطوا له شعره كذا ويتصور. ما كان في هنا كاميرات ولا كان في شيء، بدأوا في التقنية هم هناك بنفسهم الحرفية. هو أكثر شيء لمسني من جوا اليوم أني شفت فنانين من سوريا الحبيبة اللي وحشتنا كثير. تحية لسوريا والشعب سوريا.